الثالث 59 سنة تاني كما اليوم يوري جاجارين كان أول إنسان يعمل رحلة للفضاء، هو رائد فضاء سوفيتي. اليوم 12 أبريل 2020 فما زد حدث مهم جدا يخص البشرية، الحلقة الثالثة من سحري بحري البرنامج. 2020 سنة سعيدة لا 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 لا. اليوم في سحري بحري كالعادة باش نرجع لكل ما صار في بلادنا الجمعة هذه. تونس لم قدوها، تونس لم صلحوها، تونس راهي باهية. باش نحكيو كورة كل الشامبيونات واقفة، شنو باش يصير وشنو هي القرارات الجدد، باش يكون معانا صحفي رياضي مالك رقيقي ويوتيوبر زادة مالك باش يكون معانا بعد شوي. أنا مالك رقيقي جورناليست سبورتيف، مالك الكورة اللعبة اللي تعرفها أكثر على اليوتيوب. استنوني بعد شوية مع سحري بعد. كالعادة توب 3 نتاع أكثر فيديوهات تضحكونا. أحلام الفقية زادة باش تكون معانا باش تعطينا برنامجها في الحجر الساحر. الجمعة هذه اكتشفنا أن الحجر الصحي مهوش مجرد قرار اخذته الحكومة باش نشدوا ديارنا، لا الحجر الصحي طلع مود دو في وكونسيبت كامل، عنده فازاتو حاجات باهيين كيما الروبو كيما القاعدة نتاعو كيما الكوجينة نتاعو كيما اليويو والكاتو اللي تعملوا لكم في الدار، وعنده زادة الموضة، موضة مريم بن موليهم وعايشة عطية كل مخدة ودنيا، وفما شكون راها بالكبير وطور في الكونسيبت بالكبير. والله العظيم هاي كروني هذه ما تبعد الا ما تتوخوشكم وتهبيكم في بقاكم. محمد جبالي فنان تحبوه برش، بون ساعات عنده هكي هبلات، فهمت كيما الغنية هذه. انا نفسي ابص 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 عليها دي بصتها لذيذة، اللهم انفخنا وفسير. من بعد الغنية هذي قلنا هبلة متاع ارتيست، اي ارتيست هكا مهبول شوي، اما ظهرلي الهبلة كانت تبدلت وليت هبلخ. انت الكل في الكل يا عيني قد ما نوصف فيك باقي شوية. فايزل تبيني نائب في مجلس النواب انتخبوه لعبيد اكثر من مرة، انتخبوه عام 2014 وانتخبوه عام 2019، اما ابارامون فد من السياسة، فد من السياسة يحب يبدل الاقلام ويحب يفك بلاصة مايك هورن لك المكتشف هذاك متاع ناسيونال جيوغرافي. اغفلوا وش لقينا تريس بعد ما خرجنا ها وحنش. كيما قلت لكم فايزل تبيني فد من السياسة ويحب يبدل الاقلام، اما راهو الطبيعة مش ديما تمشي كيما نحبو نحن. اها وحنش اها هو ايجا نهت اها وحنش صح. يا فايس راح الغالي راح ودا غرام معاه. نكملوا مع نائب واحد اخر من مجلس النواب سي يسري الدالي، تابع كائتلاف الكرامه متاع سيف الدين مخلوف، صحابنا معناتها وخيان محسوب، فهمت؟ سي يسري الدالي راهو على باص اخصائي في علم النفس، وودت البارح في قناه تونسنا اعطانا كل الحلول باش نخرجوا من الازمه النفسيه. 20 ثانيه برامج الطبخ بربي ومسلسلات العنف والمنابر اللي فيها برشا عرك يعملونا مرسوم باش ينحيو، يعني برامج الطبخ راهي تثير في مشاكل كبيره برشا في الديار بيان سور. الشعب التونسي راهو كله من مشاكل الطبخ. انا سادة مشاهدي انا اضحك محمد اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك. كما تعرفوا يا جماعه من بدايه ازمه الكورونا الشامبيونات والكوره وقفت جمله في العالم، شامبيونه واحده ما وقفتش يا ذوم عبيد كيف نفسر لهم؟ عندهم ضمير مهني قوي برشا، ما يوقفهم شيء خوي، الكوره ديما تمشي عند حاجه باكا توقف القوه العامه. نرجعوا للجديات، الكرة والرياضة كيما برشا قطاعات يوكلوا في برشا عائلات في تونس وفي العالم، والكورونا حطتهم في أزمة كبيرة برشا. اليوم معانا باش يجاوب على أسئلتنا مالك رقيقي صحافي وزميلنا على اليوتيوب. مالك مرحبا بيك. مرحبا بيك يوسف ومبروك سحري بحري البرنامج.
عايشك ملوك ملوك. اول حاجه اش عامل فيك الكونفينمون؟ كونفينمون هبلني اخوي كيف ما الناس كل هاني نلعب في فولي، هاني صنعت بانو انا بابا نتاع باسكيت زاد تحفون من حد شيء هيك مزيد وكل شيء، هاني تعلمت نطيب شويه، هاني حجمت زاد عملت في روحي عامله لطف غير ما تظهرش برشا في الكاميرات ومقابله، دونك هبلنا كي الناس الكل. انا كان زدنا شويه رانا عملنا كل مخده اخوي. واضح ملوك. طيب شو سألوك اخصائي في الرياضه اخوي، وانت صحافي رياضي من الشباب اللي قاعدين طالعين تو ملوك، صارت شي حاجه هكا في العالم قبل انه الشامبيونات تاع العالم الكل واقفين والتظاهرات الرياضيه الكل واقفين؟ التظاهرات الرياضيه الكل واقفه صارت وقت اللي مفهمش التظاهرات الرياضيه بالضخامه هذيا، معناتها في الحرب العالميه الاولى وقتها وقفت رولان جاروس 5 سنين اللي هي وقتها من اكبر التظاهرات الرياضيه، وهي حتى تو من اكبر التظاهرات الرياضيه، ووقفت الجوز اولمبيك وقتها ما فماش كوب دي موند، فماش كوره كيف ما تو، كيف في الحرب العالميه الثانيه، اما في الحرب العالميه الثانيه وقتها فما كوره فما كوب دي موند عام 42 وعام 46، بطلت الكوب دي موند ووقفت الكوره والرياضه نوعا ما في العالم الخمس سنين. به نرجعوا تو للمرض، ايطاليا عام 73 خويا، ايطاليا عام 73 مغرومه، ايطاليا ظهر لي انه كل ما فما حاجه في العالم كل ما فما مرض في العالم انه ايطاليا تكون اول واحده. السيريا وقتها تاجلت وشويه لما تلعبتش خاطر في الجنوب جاء المرض اللي هو الكوليرا اكزاكتومون عام 73 جاتهم الكوليرا، دونك وقتها كانوا مش باش يلعبوا، بعد لقاو اللقاح فيسع فيسع دونك عاودوا لعبوا بعد بشهر ولا وخروا جمعتين ثلاثه جمعات البدايه نتاع سيريا. وعام 2015 صارت لنا في الافريق انه جات لي بولا في الافريق ووقتها ماكله بعضها على الاخر، دونك وزير الصحه المغربي اقترح انه الكوب دافريك توخر، خاف على بلاده، خاف انه من كثر ما لعبات اللي باش تجيهم لبولا غاديكا، دونك اقترح انه الكوب دافريك توخر، الكاف رفضت هزتها لغينيا الاستوائيه، وغينيا الاستوائيه جات معنا كارد فينال وغارت علينا وعملت فينا اللي ما يتعملش. هاي كل بينالتي هذيك اللي ضاقت بعيده برشا، بينالتي وجوال ضربوا للبيتر وتعاقبوا وصارت في صار فينا مصاري في كوب دافريك هذيك. باهي مالوك، الشامبيونات في العالم الكل في تونس في ايطاليا في اسبانيا في انجلترا، نحب ناخذ اكزومبل تاع ليفربول على خاطر عندهم برشا ما هزوش الشامبيونات وهما الاولانيين في الشامبيونات تاعهم، وماذا معناتها اي واحد يحب ليفربول ماذا بيه يهز الشامبيونات السنه الور كو الشامبيونات واقفه، شنو هي الحلول؟ شنو هي السيناريوهات المقترحه؟ فما حلول نتصور؟ شوف فما احسن لعيبه في تونس يعطينا ساعات كي حاجات، وفما بالوتيلي اون 2012 وقت اللي كان في السيتي قال لهم نهار اللي باش تهز ليفربول الشامبيونات راه العالم بيشوف، ظهر لي كلام وطلع هكا صحيح على الاخر، دونك ليفربول راه يسمعني نرجع تاني نحكي واختارنا متفادلي ليفربول نورمالمون باش تهز الشامبيونات. علاش؟ خاطر الحلول المقترحه يا اما باش يعطيوها للشامبيون اللي توا كلاسي الاولاني، وكيف ما نعرفوا نحن باغ اكزومبل كيف الكام تاع ليفربول ولا الكام تاع جمعيات اخرين اللي بعاد برشا في الكلاسمون، ظلم انك ما تعطيش الشامبيونات سورتو ليفربول اللي تعبت عليها برشا برشا. شنو الحلول اللي يحبوا يلقاوها؟ في انجلترا قالوا انهم باش يتلموا الكل في مدينه واحده ويحاولوا انهم يدخلوا جميع المتداخلين من صحفيين من اربيتروات من اي واحد باش يحضر في الماتشوات والا باش يشارك في الماتشوات هذوكم باش يحطوهم الكل في بلاصه واحده ويحاولوا انهم يلعبوا كل يوم باغ اكزومبل بلاصه فيها 2 3 تيران ويحاولوا انهم يلعبوا كل يوم الشامبيونات نتاعهم لين توفوا. في ايطاليا كيف الاقتراح هذا مقترح في روما. في تونس نحنا كان فما اقتراح مقترح عنده 3 أو 4 ايام ما خرجش الاعلام جمله واحده انهم كانوا باش يلعبوا دي بتي تورنوا بلاي اوف فيه الاربعه الاولانيين باش يخليو نفس الفارق نتاع النقاط وباش يلعبوا بلاي اوف، وبلاي اوف بلاي اوت فيه الاربعه الاخرانيين باش يخليو نفس الفارق نتاع النقاط وباش يلعبوا بلاي اوف. فما رفض صار من جمعيتي في الوسط ومن جمعيتي الفوق واللوطا زاد انه ما يساعدهمش باش تلعب شامبيونات بالطريقه هذيا، دونك التجانا للقرار اللي خذته الفيدراسيون وقت البارح اللي هو قالوا انه شامبيونات باش تكمل في اواخر ماي ان شاء الله. به ملوك تو اللاعبيه عندهم دور كبير اجتماعي زاد سوسيال وعندهم دور زاد مهني، مع تعبيد ماهيش قاعد تترينا كيفاش قاعدين يتريني وشكون قاعد يترينا شكون لي، معناتها شنو هي الدور الملاعبي تو اللاعبيه تاع الجمعيات التونسيه قاعدين يتريناو الكل لي بريباراتور فيزيك ولي زونترينور عملوا ترافاي سبيسيفيك للبيريود هذيا، دونك الملاعبيه الكل قاعده تترينا قاعده تحافظ على الفورمه نتاعها. بركونت فما شويه ملاعبيه نشوفوا فيهم ساعات في تجمعات، دونك في تيران ترتون نشوفوا اكثر من 5-6 ملاعبيه، حاجه ما تشجعش برشا لعبيت اللي كنا نحكيو معاهم ونفس اللاعبيه قاعدين يقولوا لهم شد الدار، دونك تقول لي شد الدار وتلموا انتم تعملوا تكوينه ماهيش باش تكون مؤثره برشا للملاعبيه هذوما. فما جانب اخر من الملاعبيه اللي هو الجانب المادي اللي قاعدين يعاونوا بالحق ماديا
على الاخر نوعا ما لازم نقولوا فما ظهر 30 لاعب من ليكيب ناسيونال تبرع ابار تشالنج تلانسا بيناتهم اللي بدا من الاول ظهر لي مع فرجيني ويوسف بدا تشالنج نتاع باش يتلهوا ب 30 عائله وبعد وصل حتى ل 100 عائله دونك للملاعبيه ما نجموش نقولوا كان يعطيهم الصحه على خاطر قاعدين يعاونوا باللي نجموا في البريود هذا. ميرسي ملوك على معناتها على المداخله نتاعك معانا فتنا برشا خويا بثقافتك الكرويه. شنو تحب الكلمه الاخرى اللي تحب تقولها؟ الكلمه الاخرى خويا فما حاجه اخرى تنجموا تفرجوا فيها زاد تنجموا تعملوا طلع على شان يوتيوب فما برشا كوره وبرشا جمهور مزيان معناتها سورتو بريود الاخر خدمت على الجمهور عملت شويه ديبلاسمونات شفتهم فما جمهور محليه على الاخر تعمل جو. الحاجه الثانيه شدوا دياركم وتفرجوا في اي حاجه اعملوا اي حاجه وحاولوا انكم تكونوا بوزيتيف معناتها قول غدوه بعد غدوه نعمل اوبجيكتيف الروحي خاطر من غير اوبجيكتيف تولي ماسته شويه الحياه دونك حاول انك اعمل اوبجيكتيف وعيش على خاطره حاول انك شد الدار ومنع روحك خلي الناس كل نرجع نعيشوا خاطر انا كان انت فادت حتى انا راني فادت اكثر واكثر 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 على خاطر كل واحد يعيش بحاجه ونحن نعيشوا انا بيرسونيلمون نعيش بالكوره وبالستادات حتى كان بسترجع الكوره وبسترجع الستادات بسترجع بيكلو معناتها بتقعد ماسته معناتها الفده هذيا ما زلتش نعيشها برشا برشا دونك نحاولوا انا نقعدوا عايشين فهمتك اللي اهم حاجه انا نقعدوا عايشين دونك نشدوا ديالنا. واضح ميرسي بوكو مالك نعاود نقول للعبيد راه تنجموا تتابعوا مالك على اليوتيوب مالك الكوره باش نحط لنا من نوتة ويمشيوا يابوني وراه يعمل في خدمه مزيانه برشا باي باي مالك. في الحاجه الساعه شفنا برشا ابداع في الويب هذوما ثلاثه اكثر فيديوهات عجبون سلام عليكم سلام خلاص نشري في الدخان جد بطاقة تعريف برا مشي روح اخر نار تخرج فيه شدك عاش تخرج هاي برا مشي روح شد دارك برا مشي روح شد دارك برا مشي دارك برا مشي دارك انستغراموز احلام الفقيه معنا اليوم في سحري بحري البرنامج حلو مش نحوالك وش عامل فيك الكونفينمون بلي كيفاش تعدي في نهارك عامل بعمل الحقيقه مش مقصر جوله مي الحمد لله وكهو الواحد لازم يرضى ويقبل الوضعيه هذا جو معناش حتى حل اي شويه تفاؤل برشا بلوتو برشا صبر وان شاء الله يا ربي ما تطولش هالفتره هذيا سينو كيفاش نعدي في نهاري والله قاعد نحاول باش أموا نحافظ على الريتم شويه معناها في كون با باس ديبلاسي ها وكنقرا شويه في مي كور اون لين قريب فيا مي بروف نشكرهم بالمناسبه اي هاكا موسيقى نوم ميكلا موسيقى وديما يمشي واضح انه بابي اسكو خرجت بحاجه بوزيتيف من الكونفينمون هذا والحسره في الدار هو الحقيقه مزلت ما خرجتش بحاجه هكا بوزيتيف برشا ما خرجت بحاجه اكثر شويه بوزيتيف اللي هي شنو هاك تشوف بالحق هاك تشوف بكلمه برك من ربي العالم كله وقف معناها كل فقير كل غني كل مشهور كل لانكونيو كلنا معناها وقفنا دانسلكو وهذه الكلمه برك من ربي دونك كي تجي تخمم للعبيد اللي مشي في بالها شكون تحت رحمتها ولا شكون تحت حكمها نحب نقولها لي راه حد حد ما هو تحت رحمتك وحد حد ما هو تحت حكمك لان الكل ما تحت رحمة ربي ومنيش تحت رحمة حد بيرسونال مون اني وي ميرسي حلوه ميساج تحفون على الاخر كانك تقصد في عبد هكا تصور وسنوا ميساجك باش نسالك اسئله فيسع وجاوبنا عليهم شنو هي الفيلم ولا السيري اللي تابع فيها توا في الكونفينمون شنو الفيلم ولا السيري بيغزه اللي باش ما نكذبش عليك الحقيقه وكل شيء هما صحابي عطاوني بلوزيغ بروبوزيسيون تاع افلام ودي سيري يسري فاتكو
وكل ما نحط سيري ولا فيلم باش نتيليشارجي ونتفرج وكل شيء يغلبني النوم نرقد. دونك التوا مسهل ربي هكا وتفرجت. سينو كاين حطيت حاجة الحقيقة هكا نحط فرانس ولا مستر بين حاجات قدم يضحكوا خاطر مخي مش متاع باش نتفرج شي حاجة جديدة وسسبانس وكل شيء جملة. سينو الفيلم الحقيقة تفرجت ريسامون في الفيلم اللي تفرجوا فيه برشا عبيد التركي دايوغ قاعدين يلوجولي في بسيكياتر صحابي ما نعرفش علاش خاطر ابارامون جو سي لا سول لي فيلم ضحكني ما بكينيش ما الله غالب كيس حلوه كيفاش ما بكيتش على الفيلم هذا فيلم تعرفون على الاخر تنجموا زيد انتم تتفرجوا فيه انا بيرسونيل الحق نتاع عربي بكيت زيد على الاخر حلوه شنو هي البلا بريفيري نتاعك في الكونفينمون بلا بريفيري اسمع حطيت فيديو على انستغرام لازمك تتفرج بيه واحدة قتلك حتى الأكل مو حلو أكله إني هكذا قاعدة نعمل حتى الميكلة ما عندها حق ما فهميش جو في الميكلة ما فهميش قال ميكلة مش بنينة مثلا حاجة مطيبة دائما مطيبة جنب مطيبة حاجة كيكة وبرا ناكلها بالكلك ناكل في كل شيء وفي نمبورت كوا ربي يستر وكاو ربي يستر ميسالش حلوة تنجم تبربزة ماش سيسنة على الرشيقة بتاعك خاطر نحبوك راك ديما في فورم ومحليك وكل شيء بيه حلوة ماشي الموزيكا اللي تسمعها في الكونفينمون شانسون ايه شانسون في الكونفينمون شو اني معروفة هاش فان كاتو ايه الكفوري بس تنسى هكيك اما وي الكفوري كل محبتي لي مش مساعدني برشا بريد ازاي خاطر قاعد يهبط علي في انكنت قاعد يذكرني في حاجات اني اصلا معناها كي نجي نعاود نتفكر نحس ما كانوش موجودين في حياتي معناها فهمت دونك ما قاعده هاكا جيفيت باش نسمع شويه دونك هاكا نحط شويه راب غني نتاع جو نتاع ضحكه انا في جو روحي معناها هذاك هو معناها غني نتاع جو راب اكثر ميرسي بوكو حنوم اللي لبيت الدعوه بتاعنا وكنت معانا اليوم في سحري بحري البرنامج خلي لك الكلمه الاخر نحب نقول هاكم شفتوا معناها حد شيء ما هو دايم الدنيا حد شيء في لحظة حياتنا الكل تقلبت دونك بروفيتي بالحق بالبريود هذايا راجعوا حساباتكم عرفوا قيمة رواحكم كان تحب عبد تقولوا راني نحبك كان متوحش عبد تقولوا راني متوحشك كان حد تعبك في حياتك خرجوا منها كان نعرفش اني عندكم مشكلة مع عبد ولا تكرهوه ولا عندكم كره وحزن وبغض في قلوبكم اسي باش هاكا تعالجوا رواحكم خاطر بالحق مرض هذاك ولا ان شاء الله ربي يشفيكم كان ما نعرفش بالحق بروفيتي بالوقت عندي فيه مع عائلتكم ادعيوا ربي باش ربي خرجنا منها سالمين ولا يحرمنا من حتى حد وكا نبوسكم برشا 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 برشا, برشا, برشا. هذه كانت سهري بحري نتقابل معكم الجمعة الجاية من هنا لوقتها فما حاجتي لازمكم تعملون أول حاجة تردوا بيتكم على رواحكم وديما تعقموا رواحكم بالجير وتحطوا الماسك وتخرجوا كل شيء ثاني حاجة تابوني روحك وتحط البوس لازم وتبارتاج الفيديو هذي ولا الاميسيون كما تحبيت تسميها فيديو ولا الاميسيون مع أصحابك حتى كان ما عجبتكش بارتاجيه كورا وماسك لازم وخارج باي باي